السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة ليج اوف ليجند بنمط الرانكت، واليوم عم نلعب بالشامبيون جانا. طبعا جانا شامبيون سبورت قوي جدا، بعض الناس بيلعبوا ميد قليل جدا، نسبة كتير قليلة، بس 90% وما فوق بيلعبوا سبورت. شو نبلش؟ مفكر نروح على هذا الايتم تبع التسريع، انه بيطلع كتير حلو مع جانا. في ناس بتبلش بهي وهنا، المهم اللي هي شكلها بدل هاد، يعني بدل ما ياخذوا هاد يروحوا عليها، بتعطي شوية سبيل دامج وهيك شغلات. هروح على واحد وورد تشكيلة يعني، او لا هاد ما بدي اياه، بدي اروح على الكشف ووحدة معنا، يعني تشكيلة ماشي حالها. طبعا هي السكين اللي عم نلعب فيها هي يمكن اسمها فيكتوريوس جانا، اتوقع هي تاخدها اذا جائزة عن السيزن الثاني مو الثالث. الثالث كان اليس بتذكر، هاي السيزن الثاني ما بعرف اذا اسمها فيكتوريوس، فيكتوريوس بلا اسمها فيكتوريوس اتوقع. مين في معنا عالم؟ طبعا ما لعبان هذا الشامبيون من سنين. فعلا من زمان، يعني بهذا العام ما لعبت بهذا الشامبيون، بس هو ماله كتير معقد يعني. بس اهم شغلة التوازن تبع الكيو، تعرف شلون تستعملها، والالتيميت امتى تضغط عليه، لانه ممكن يخسر علقات اذا ما ضربته مزبوط. في شيلد قصدي تبطيء هاد. هلا الفكرة كلها انه بدنا، بعتقد اعمل ماكس للشيلد مش عارف في ايه، الباقي بتشوفه مزعج فيها لل دبليو. As you wish. على الحالة ما حيصير في أي معارك بالوقت القريب. طب مين في بفرينا؟ في عنا زد توب وأني ميد إيف جانجل، أنا وهذا الفتى الظريف اللطيف لوشن مع كريم مرطب. وفريق خصم عنده آري ميد وداريوس توب ثريش مع أش بوتو وورويك جانجل. فرس بلد فوق بيعملها زد بمساعدة الجنجل، يعني فعليا جانك من الجنجل عطيت فرست بلد. أنا ما في أي شيء نساويه إذا اللعبة هيك ماشية عنا غير إنه نستنى، لأنه من الواضح تمام إنه إحنا بحالة فارمينج قصوى. أعطي شيء لدار كان جديد. حاول نقرب شوي. هلا هذا اتوقع فرجيني، يعني هلا انا فيني طور الشيلد او طور الكيو، هي بتحير ال طور الكيو، مش حضرب ضربة كيو هيك. يلا صبت ولا قاش، وهي تبطيء عليه، وهي شيلد رفيقي. اوه اجى الجنجل بهرب من هون، بطلع بفلاش تبطيء عليه، ضل هربان، بعطي شيلد رفيقي مع تبطيء على وورويك، اخذنا الكيل، حاول ساعد البقايا، عمل زوعة منيح، ما اطلقتها ما اطلقتها ما اطلقتها فورا، تركتها للوقت المناسب. اوه لقطني بس بيموت، موت يا ترى. حط شيلد على حالي وتبطيء، قتلوه قتلوه. لقاش لقاش، انا سبورت معلش، انتوا قتلوه قتلوه. نعم نعم نعم، ضربه كمان كيو كيو يا ايف، كيو هون، هاد هاد حرام ما يهرب يهرب، كيو واحده بس، كيو واحده فقط، خلينا نشوف بيموت ولا لا. يا الله يا الله، لا مات مات الجنجل تبعنا،
ونطلق هيك. تعال نشتري يلا، اشتارت وصارت. اذا ما من مصلحة الاي دي كاري تبعنا، بس يا حرام لو نفدت كمان. ايف كان وضع خيالي يعني. يعني هلا السؤال الذي يطرح نفسه صار بالحالة، هل موتي كانت تستاهل ولا لا؟ بتلاقي كلمة بالانجليزي بيكتبوها كتير، وورث ولا مو وورث. الشباب هون بيلاقيوا انه هي وورث القصة اللي صارت او بتستاهل موتي. عم بحكي عن موتي انا، لانه انا سبورت بالنهاية. اذا متت بهمنا بس فرينا ياخذ كلات. وقال ايدي كاري صار عنده 2 كل و1 اسيست. نروح لهون بس هيك نجرب ازعج شوي لبين ما يجي الايدي كاري تبعي. يلا بس حط وورد هون، نرجع على التاور مرة ثانية. حذف اللفة الطويلة بلا ما يصير شي هون، يلقطني ثرش وموت. اوه الايدي اللي معي يعني قربوا يخلصوا، بس معه ريد وبلو حلوين. ليك شو خاف؟ انتبه شو خاف الايدي كاري في الزوبعة تبعي. انا ما اطلقتها يعني، بس حطيتها هيك. هيك الخوف بس ما بيقف ولا باب عليه. بحكي عن الخصم، حاول نقرب عليه شوي. رجع لف هيك، بروح هيك هيك. ثرش ما عم بيضرب الحبل تبعه. شوف هون في وورد بنشيلها. في بينك شيل بينك. حاول اعطي شيل لرفيقي بطيء على هاد زوبعة هيك. طيرت الاثنين. يلا يلا يا صديقنا، يا شباب، يا جنجل يا جنجل يا جنجل يا جنجل يا جنجل. حرام لو تحرك دغري وترك البلو رجالي كان ما متت، كنا اخذنا دبل كيل بدون ما اموت. حرام. يلا ما مشكله، بس برجع بقول مره ثانيه ونفس التعليق، انا سبورت وهي هي المهمه الاساسيه عندي، اني يقوى الايدي كاري تبعي. طبعا انه ما يقوى الخصم كمان، هاد شيء مهم كثير، بس عم نحكي بشكل عام. انطلاق سريع وشيل تحية. أحلى شيلد فقاعة. شو صار مع الايدي كاري تبعنا؟ 4-0-1. نعم يعني أوضاعنا منيحة لهلا. ارجع يا اشي، خد هاي. ضربتي طبعا هذا الشيء العادي، حتى الاي بي تبعي صفر، ما لي رايح ما بيهمني الدمج ابدا. اوه على فكره الاش مع الدمج اعلى من ايدي كاري تبعنا، بس هاد لانه لسه ما اشترى، هلا بيشتري تغير القصص. حرجع احط وورد بنفس المكان هذا مشان كشف النهر، وبنفس الوقت عشان الدراجون. هحاول ساعد النص لانه شكله في علقه كبيره بالنص. للاسف لسه ما في التي وبنطلق. بطئ اري، حاول اكل كم ضربه من التاور. ما احط شيلد لحالي، بستنى حدا تاني بده يفوت. ما في حدا بده يفوت. اذا فلاش انقذه لورويك. الحق هذا اللاعب، فلاش انقذه لورويك من الموت.
صبت على اعمل فلاش و اكزوست. عملت فلاش، حط شيلد وبهرب. لوشن بحاول ياخذ كيل، ما في ساعده بشي، ما قدر ياخذ كيل. اوه هون بنموت نحن. حاول اهرب اذا فيني. لا في مكان للهروب. حلو، ثريش اخذ الكل. نعم ثريش اخذ الكل، ليس لا الايدي كاري ولا جنجل. اربعة هون طبعا. اللي بيسألني ليش ما هربت يا عمر، ليش ما هربت، كان فيك تهرب. اربعة، نعم ما في مكان. انا حتى خطر على بالي روح يخلي التاور يقتلني، بس اجيت لا يخليه يقتلني، لقيت اش عم تستنى. نعم عم تستنى. هاي صار فينا نطورها. نعم نعملناها، و هاي فينا ناخذها وننطلق. هروح على هالطريقة هاي. طبعا الورد تبعي شايفة كل شيء عم بيصير، بس طريقنا ما له قدران يعمل شيء. اني بدها تحاول تعمل التي يمكن. حاول نساعد، اعطيها شيلد، بطئ الايدي كاري. لا صار معي التي. هاي لو بعد اكتا لك طاقت وورويك، هاي شيلد رفيقنا. وورويك طاقته كتير قليلة. حاول نفوت. As you wish. عمي ضغط حلو ولا؟ Swiftly. صبتا. يمكن أخذنا التوأم خلاص. أوه علقة كبيرة. التي مشان يعبوا طاقة شوي. بطئ داريوس، حاول اهرب من هون. عبي زوبة على قدام وبركض، ما في حدا اجى ورانا. اهرب من هون، معي شيلد لسه، بعطي الشيلد لايف. تبطيئ لهاد، يلا يلا الزوايا منيحة، زوايا منيحة. هاي زوبة هيك جبتها لاري. يا سلام كمل، هاي معنا زيادة. هبطئ فريش، مات فريش. ما انت كلها استعملتها خلاص. احط ورد هون، حاول نضغط التاور هاد. اعطيته شيل طبعا وراح فورا نفس الثانية. مات، شوف الزوبعة صب لقطتهم بس مات، يعني ما قدر ينفذ من كم ضربة. خلاص نرجع نشتري ايتم تسريع. و بس ما في شيء نلحق ولا لا ما بعرف. في امل والله انه طاقته كاملة، يعني هذا هو السبب انه في امل. بلشت العلقة وبلش الالتيات تطلع. طلع هاي طيق على هاد. Mm-hmm.
قرب لهون. يمكن شافتنا؟ لا. Swiftly. تكهن. في كشف هون. لا بشو متت؟ في اجنايت علي؟ متت بشي دوت او شي شغله ما بعرف. حطيت شيلد على فكره، بس شيلدي كتير ضعيف لانه ما عندي صفر اي بي. قديش 200؟ ما بعرف، لا اعرف، بس انا توقعت اني بنفض ولا بعد ما عملت، بعد ما ظبطت الفلاش. هلا خلينا نكمل هي مبدئيا. اول شي نكمل هي. اوه ماتت، ماتت الجنجل تبعنا. واتينا لمرحلة 10/10 الكلات. نروح لعند اني. نزوها هيك. شيلد لهاد. تبطيء على وورويك. اعمل الالتي تبعي ضد وورويك اتوقع هيك حساوي. جوبعة. اثنين. هذا قدام. الالتي. اعطوني انا فوتوا لقدام، فوتوا لقدام. مات داريوس بالحالة؟ مات؟ والله ما مات. هلا ما بس متاخر جدا. العقل لساتها شغاله، بموت اني بس، فبس ايف هربانه، بس ما حدا تهرب من ورك. طول ما انه ال طول ما انه هذا فوق راسها صعبه. As you wish. نحاول مرة ثانية. هن عند الدراغون انتو شايفين الورد، شايفتهم بس ما فينا نعمل اي شيء. اري هروح على هذا البارون، حط له ورداية طريقة مصير كاشفين كل شيء. تعال نجرب نعمل الجانك لداريوس. نجرب. نضربوا لداريوس أكثر. أعطي شيل لرفيقنا. طيق لهاد، وهي طيق جديد. مات، حلو، أخذنا كيل. رجع تليفورت. إذن مهمة ناجحة. ممكن نبلش بهيك شيء. يعني with ease. نروح نساعد مين؟ اني مثلا. upon the wing. فوق في كتير عالم، هذا اللي خلفوق مره ثانيه. في تليبورت هون. Swiftly. لا هاي علقت.
أنا على الأكل زاوية أقطع لي أشيل نطلعها بابا هيك بعد عن فريق حطي شيلد شيل خد الزوبعة تبعي انقذته وقتها شيلد لهاد ما عم لحق شيلدات يلا هروب 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 يا شباب ما عم لحق شيلدات بس فعليا هذا الشيء اللي مطلوب من جانا مو اكثر من هيك شيل لهاد شيل لهاد كذا ليش هيك ضربني ها كيو على الاعداء الزوبعة يعني بالاعادة انا جعبالي شوفها والله ما بعرف اذا بالضبط صارت الزوبعة اللي حطيتها وتركتها انه تاخذ وقتها هي يمكن اللي انقذت الايدي كاري اتوقع اتوقع انا حطيتها هون وفتت لقدام ركضت لقدام تركت تاخذ وقتها قام نط وورويك علي يمكن بعدين ضربته انقذته يمكن هيك شيء صار هلا هي مخاطره وقت تحط زوبعه وتتركها وقت كامل بس بتعطي مفعول اعلى بقى الواحد يا بياخذ الخطر يا لا راحوا ورداتي كلهم خلص وقتهم فعليا نحط وورد هون نكشف فيه وورد يا ترى ما عندهم وورد حط وورد تاني او هذا هون معلش خلينا نحط وورد يا ثريش او اجى هذا رفيقه اطلع هيك ما خاطر فيني ساعدني بعيد هي شيلد هي شيلد ما قدرت هي شيلد لاني هي زوبعة خلاص ما فيني ما في كتار كثير كثير كثار رجع لورا شوي تشيل الذهب جاهز لسبعة جديدة شيل التاور يعني ما خسرنا التاور بس فوق هنخسره من كل الجهات والله بيموت داريوس نحط نعطي شيلد لصديقنا زوبعة مبطوط سريع كثير صاروخ تعال 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 قوم رجع هذا معه دبل باف انتبهوا كثير منه مدى هيك 150 مات وورويكو اخيرا ليك قطعت اوه حلوه حلوه كنت عم بقول ليك قطعت اش عم اكل ضربه من زيد ومات زيد عليه اجنايت عم بحاول انا جاي بالطريق بحاول فوت على يلا 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 شيل جاي بشيل جاي بشيل او جاي لهذا بشيل بدي اطلع شيلد هي شيل هي شيل هي شيل هي شيل للوشن واخذنا دبل كل السلام سلام سلام رجع لورا انسحاب يا شباب خلي ورد هون بدي حق اللي بدي اياها 58 تعال نقلب لهون نحط زوبعة هيك نقرب لقدام نشوف هون اذا في ورد ليكو حط وورد هون في وورد جوا نشيلها اذا ما في وورد اخذنا الدراجون نعمل هيك شيل لقاني تقطيع ثريش حاول اقرب لقدام قلت انا الالتي تسريعة حط شيل انا متت داريوس عمل دمج كتير عالي
شنو بعيد عم بيحاول يعمل شيء بس ما قدر. رجع كمان رجع كمان. حلو بقيت بيهرب. اوه جاي له من هون. لا ما حيقدر يفوت تحت التاور. 400 طاقة صعب. هون في عنا دفشة منيحة. نخلص الايجز الفريق. حاسس بدي اجيب هذا النوع من البوتس. او فيت. بس الدمج الايدي ثاقب كتير. نرجع ونحاول نروح لقدام. انطلق هيك. معقول يكونوا عند هون. إذا هو بقى لحلقته لداريوس. أخذنا تحباره. يا الله على هالأخدة. يا الله هالأخدة قديش مفيدة. يا الله قديش مفيدة. انطلق 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 وايد سريعة. يلا 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 يلا. هذا بنجاب. هذا بنجاب له ماي فلاش. يا الله ماي فلاش. أنا كان بيضربني. حط عليه تبطيء وبعد. يلا اقتله 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 يا. لا اقتله. هي هيك قرب لهون. بحط التيمتي. هيل 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 بده هيل هيل. هيك عم عبي طاقة عبي طاقة. يلا يلا كمل فوتة. اذا وضع ممتاز وخيالي. سرقة للبارون بطريقة كتير 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 غريبة. او مثل ضربة تشين. كريتيكال اتوقع. فرجيني قديش الضربة. ايه هاد ستاتيك. طلع ستاتيك مع الكريتيكال قتلني. مع ضربة العادية الكريتيكال اجت يمكن. عاش طاقة 500. عاش طاقة 500. هاد برج 1400. في عندي خيارات كثير بس ما باكل دمج كثير من ال من ال ايديز. بس هلا شفت شو عملت فيني. شو اسمه. في عندي كذا خيار بس عم فكر جيب هيك شيء بس مشان ال فيني روح دمج. يعني هي محيرة شوي بس حبلش بهاد بكل الاحوال بعدين بقرر الباقي. الايجز ما حطوره هلا. ما حقلبه لوكيت لسه. بعدين برجع بذكر انه الاي بي تبعي صفر وانا ما عندي اي يعني هدف اني اخذ اي كيل. فقط سبورت للتيم. قرب نحط وورد هون. قرب نحطه اون. يكون في واحد شو مساوي. نحط شيلد ويطلع فلاش. بعد وانمي هاز بين سلين. وزوبعة هيك. قرب قرب. والتي هون. اللي بده هيل بده هيل بده هيل. ما حد هيل. انا ما بقدر اقرب لانه مشان هيك حطيته. دبل كيل لفريقنا بكل الاحوال. وانا اخذت اسيستات على كل شيء اتوقع. نكمل الفوتة. فينا نكمل اللي بعده كمان. والله عملت لهم بيت خيالي. يعني فريق الخصم كله فات العلقة بس لانه لقطوني. نعم. وبالنهاية ما قتلوني. اخذنا انهيبيتر. فينا ناخذ هاد ولا؟ ما بدهم شكلهم يكملوا. هون منيحة. هون كنت احط قام حط. اذا رجعوا خلص ارجع اشتري. اذا هذا خالص. ما حكمله هلا. حنحكي بعدين شو حساوي فيه. بدي شيء يعطيني طاقة بس. فطاقة طاقة طاقة. وين في طاقة؟ وين في طاقة لك الطاقة؟ يمكن نروح على هيك شيء. نشوف بعدين شو حشتري بس. بشكل عام بدي طاقة شوي. علقة كانت كثير خيالية بصراحة بالنسبة لفريقنا. كثير.
انا بتوقع فريق الخصم ما بيغلط وقت يفكر انه يقتلني لإلي، يعني ما دائما تروك سبورت، شو بدك بسبورت؟ استعمل عليه التيميت وكذا وما في داعي. ريجنايت ليش؟ مساعدات لحلقة جديدة. ما في شيء. رجعوا. طبعا ما لازم اللعبة تطول كتير لأنه نحن ما عندنا مين تانك نهائيا. حتى اوف تانك جيد ما عنا يعني فعليا اغلبيتنا دمج. الجنجل ماله دمج، التوب سوبر دمج. حط زوبعة على هون في حال حدا اجا نتلقى امتى ما بدنا. هول شغلات يعني بتساويها انا مو بساويها بشوفها بشوف اللاعبين بيساووها. انا مثل ما قلت لكم جانا مالي لعبانه من شي سنه ونص تقريبا، يمكن والله ما بعرف امتى اخر مره لعبناها. As you wish. هذا صعب. اوه حاول انقذ اني يعني ما لا تنقذ لا تنقذ. هاي شيلد هيك وهي التي. هذا مات. انا وهذا الصديق هربنا. هاي زبعة الهروبية. طبعا اللي بيسألني ليش خسرنا هالعلقة بقول له بكل بساطة السبب انه لقطة الاي بي كاري تبعنا. بس من حسن حظنا انه فريق الخصم اضطر يرجع انه ما عنده يونيتات دافشة. شايفين هالمنظر يا حرام هالتور 145. حاول نخفف من هدول. هي فكرة منيحة نروح لهذا الايتم هلا بهالحالة. يعني مباراة صعبة مباراة صعبة. انا اتوقع لو واحد عم بيلعب جانا يعني من محترفين جانا وبيعرف يلعب جانا اكثر مني بتوقع ممكن يلعب فيها بطريقة مختلفة تماما. يعني في عندك كذا طريقة تلعب بهذا الشامبيون، ما لها طريقة واحدة وخلاص. حتى بالتطويرات من الاساس ممكن تكون مختلفة. بس انا عم بحاول العب بطريقة يعني جماعية. هاي الطريقة العالم ما بيحبوا يلعبوها كتير لانه سكورك ما بيكون فظيع كتير، صفر دايما ما بتاخد كلات ما في شيء. بس سبورت، هذا هو السبورت. حط ورد هون هون حد يحط ورد. حط هون بالمقابل. هون في ورد. هون في ناس. هون في ناس. وضع خطر. اوكي شيل رفيقي. التي هيك عشان يبعد يخرب الالتي تبع غروة. وهون فات رفيقي. انا بحط بطيئة هون تسريع على الفريق ورجعة هيك شوت داون وبعطي اني شيلد. يا الله الشيلد انقذها من الموت. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد شيلد لاني انقذها من الموت. كان عليها اجنايت ونزيف من داريوس. يعني جماليات الشيلد. نعم جماليات الشيلد. واني فرحانه طبعا. هلا بتكون بحاله فرح خياليه. خلص على التاور الاول ومجهز زوبعة لقدام. التقطت طبعا بس ما بيأثر. حاول نفوت كمان. هاي تبطيء. رجعوا رجعوا جانا هنا. رجعوا خلاص خلاص
نعم خلاص، مثل ما شفتوا هاي هي جانا بالعلقة الجماعية، شو فيها تساوي شغلات. إذا الشغلات اللي كان فينا أو اللي قدرنا نعملها بالألتي تبعنا، قدرنا نتفش وورويك، يعني ألتيمت وورويك، وبينط على الشخص وبينزل في ضرب. أول ما عملها أخذنا زاوية، ضربنا الألتيمت، دفشناه يعني لغينا له الألتي. بنفس الوقت عملنا هيلينج للناس اللي كانوا قريبين من الدويرة أو بقلب الدويرة، وهي شغلة زيادة. هي الأهم كان عندي أنا الدفشة بصراحة. العلقة استمرت، حاولنا نستعمل سحورتنا واستعمل يعني الايتم تبع التسريع كمان مشان فريقنا يقدر يتوزع ويلحق العالم الهربانه، لانه هن بلشوا يهربوا بجهتين اذا شفتوا، شيء على النص وشيء لتحت على اليمين شوي. والشيء الاخير هو والاهم يعني واللي كان والاجمل، كيف انه اني كانت ميته يعني بنسبه 99%، ما بتوقع بتنجو ابدا. شفتوا طاقتها بالهي، انا بدي اشوفها بصراحه بالاعاده هلا. بس كان عليها اجنايت يمكن ونزيف من داريوس، يعني ما بعرف شلون بدها تنفذ. المهم حطينا لها شيلد بالثانيه الاخيره وانقذناها من الموت. هي للمبتدئين بجانا. طبعا انا مبتدئ بجانا، انا ما بعرف العب جانا لانه صار لي زمان كثير، يعني مثل ما قلت ما لعبانه. بس للمبتدئين بجانا هالحركات هي بتفيدهم جدا، بتفيدهم جدا. والسؤال اللي بينسال احيانا انه كيف تضرب السحر على نفسك احيانا بدون ما تعمل تارجت، بتكبس السحر، زر السحر ما قبله الت، يعني بتكبس زر الالت، خلي كابس ايدك على الالت وإيه مثلا، بتطلع شيلد على حالك. هي لانه سويتها كذا مره، وممكن ناس يسالوني كيف بتتساوى. بسلسله شروحات بتلاقوا اجوبه لهيك اسئله بشكل عام، واسئله ومعاني كلمات، وكيف تساوي حساب لول بالاساس، وكل الاشياء يعني البسيطه للمعقده، وهيك اشياء ماستريز ويعني هالاشياء. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه من لعبه ليج اوف ليجند. ما تنسوا تعملوا اشتراك، لايك، سبسكرايب، لحقونا على روابط فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، كل عم تمرق قدامنا الروابط، وانستغرام عم تمرق قدامنا على الشاشات الزجاجيه على اسفل المقطع، ونفس الوقت موجوده تحت الديسكربشن باليوتيوب. ما تنسوا انه تلحقونا عليها. وتذكروا لعبه ليج اوف ليجند اللعبه القديمه جدا بالقناه، تعتمد تنزيلها على اللايك والمفضله والشير والسبسكرايب اللي بيصير عن من عبر كل حلقه لهالموضوع هاد. بقى حاولوا انتم قد ما فيكم تساعدوا بهذا الموضوع مشان اذا حابين انه تزداد سرعه تنزيل حلقات هي اللعبه. نحن عنا انا بصراحه عندي مجموعه من المقاطع جاهزه، مقاطع اللعبة، كل ما نوصل لحد معين موجود عندنا بالبورد بننزل حلقة مبدئيا. يعني احيانا الحلقات بيكونوا يومية مثل ما كنا زمان وقت كان الضغط عالي. هلا بهالفترة مثلا ما في ضغط كتير، الحلقات عم تكون مرة كل 3-4 ايام تقريبا، يعني هيك تقريبا. اقل من حلقه باسبوع ما حيصير، لا تخافوا. في ناس خايفين لانه انه توقف لعبه لول وما بعرف شو، لا ما بتخاف، ما بتوقف صعب. بس هي سلسله طويله جدا مثل ما شفتوا، يعني قطعنا 160 حلقه. انا بعرف وبعرف قنوات، في قنوات كتير مشهوره عندهم مثلا بتلاقي 100,000 مشترك وعالم وكذا وهيك، وكل القناه ما فيها بيكون مثلا 100 مقطع بقى لحنا، او 100 مباراه مثلا، خلينا نقول 100 مباراه من لعبه معينه. بقى لحنا وصلنا بهاي السلسله ل 160 مباراه، مشان هيك ما عاد فينا نزيد، او 170 او 180 حسب ايمتى عم تشوف المقطع انت. ما فينا نزيد كتير بتنزيلها، لازم نزيد بتنزيل العاب تانية، لكمان الالعاب التانية يصيروا 150 و160 ونكتر العاب، يعني شكل العاب بقى. مثل ما قلت حابين نزيد، انا مستعد نزل كل يوم 3 حلقات، مو بحلقة كل يوم 3 حلقات في نزل، ما عندي مشكلة ابدا. ولكن القصة كلها على البورد، وهي تدقيق من الراعي الرسمي طبعا، هي ما بيرضى ابدا على الالعاب القديمة قد ما كانت مطلوبة ومحبوبة. لازم يكون في تطور، يعني في نقلة. مثل ما قلت هذيك المرة وصلت مقاطعنا كانت توصل ل 1100 لايك تقريبا، 1090 هيك شيء بنفس اليوم وليس لهلا، يعني مثل الحلقه 120 يمكن او 112 اتوقع. كانت بالشامبيون هيكارم، والله هيكارم جاي بالي العب فيه، صار لنا فتره ما لعبنا بهيكارم. المهم هذا كان كل شيء اليوم، كان معكم عمر اول جنجن 1، وبشوفكم بحلقات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.